الحمد لله، وما بينا شر على حد، واللي حكي علينا نقول له رحم الله والديك والحمد لله. العوائل اللي اجتي من المخيمات فمدتهم جت المنظمات مدتهم بفرص عمل ومدتهم بعمار بيوتهم المنهدمة جزئيا أو كليا، وساعدتهم بفتح مشاريع صغيرة اللي هي ناس فتحت محلات هستينا، وأكو ناس فتحت خياطة حسب المهنة. ودعمتنا منظمة، سويت مشروع من منظمة صغير. في المشروع هسه اعتناني مستمر عليه. شارع قال لكل من تكتب مشروع اللي تريده، كنا مشروعين اللي تريده تكتب انه كتبت تاني مشروع مال غذائية ومشروع مال كرم الحلال. قدمت اثنيناتهم، لما انطيتهم وافقوا مع المشروع مال غذائية وسلموني 20 ورقة. قالوا بهال20 ورقة نريدك تأثثين محل. اختك الناس من منطقتها تعرف الفكر ذاك، الرجال ما يروح فكره بعيد، يرجع المدرسه، يرجع لاهل قرايبه، يعني اكيد شيء طبيعي. المنطقه ترجع مثل الاول احسن.